السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي ومتابعين قناة القارئ للأسماء. نقدم لكم اليوم معنى اسم ميس وصفات حاملة الاسم، تابعونا. معنى اسم ميس هو اسم على مؤنث يرجع إلى الأصل العربي ويعني التمايل في المشي والتبختر، أو نوع من أجود وأصلب أنواع الأشجار، كما أنه نوع من أنواع الزبيب ويصلح لتسمية المواليد من الإناث. وهناك أسماء ذات صلة باسم ميس، ومنها ميساء ومائسة وماسة ومياسة ومياس وغيرها. حكم التسمية باسم ميس في الإسلام. قد جاء في موضوع معنى اسم ميس وصفات حاملة الاسم أنه لا مانع من التسمية باسم ميس في الإسلام، حيث أنه يحمل معاني طيبة وراقية ولا يحمل معاني تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، أو معاني منبوذة تحرض على الكفر أو الشرك بالله عز وجل. وبناء عليه فلا حرج في إطلاق اسم ميس على المواليد من الفتيات، حيث أنه اسم عربي راقي له رونق خاص امتاز به على مر العصور. صفات حاملة اسم ميس. يجب الاهتمام بمعرفة الصفات والمعاني التي يحملها الاسم قبل اختياره للمولود، حيث أن الاسم يقترن بصاحبه طول حياته، فيجب أن يحمل صفات طيبة ومعاني مميزة، كما أن هناك بعض الأشخاص يحكمون على غيرهم من خلال معاني وصفات اسمه. وفي هذا التقرير سنعرض لكم صفات حاملة اسم ميس، ومنها تتسم صاحبة اسم ميس بالخجل والانطواء، مدللة بشكل كبير، لا تتحمل المسؤولية، تحب أهلها جدا وتعتبرهم المصدر الوحيد للأمان، لا تستطيع اتخاذ قرار مصيري في حياتها، وترجع دائما لمن حولها من أفراد عائلتها، تعشق الأطفال وتهتم برعايتهم، رقيقة وجذابة، مهذبة وتحترم الآخرين، رومانسية وتتألم كثيرا من الفراق. في نهاية الفيديو أسأل الله سبحانه وتعالى لكم السلامة، الله يصلح الحال ويهدي البال لنا جميعا. كان معكم مقدم الحلقة حسام شاكر، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وانتظرونا في الفيديو القادم. تحياتي.